مرحبا بمشتركي سابورانيت. اليوم ان شاء الله باش نبدا في سلسله جديده في مادة الرياضيات. دونك باش نبدا نخدم مع تلاميذ السنه 7 اساسي. دونك باش نعطيهم الملخص في الفيديو هذا على الدرس الاولاني اللي هو الاعداد الصحيحه الطبيعيه. دونك بعد باش نهبط لهم الاصلاح نتاع التمارينات الموجوده في الكتاب ان شاء الله، باش نهبطوا اصلاح نتاع مجموعه من التمارينات اللي بها هي يحاول انه التلميذ يقدم ويفهم بالكدا الدرس نتاعنا. دونك الاعداد الصحيحه الطبيعيه باش نحكي لكم في الملخص هذا على العمليات على الاعداد الصحيحه الطبيعيه. دونك اول حاجه العمليات، شو معناتها؟ دونك باش نحكوا على عمليه الجمع، عمليه الطرح، الضرب، في الاعداد الصحيحه الطبيعيه. دونك كيفاش تكون؟ باش نحكوا كيف على القوه، اعداد صحيحه طبيعيه باش نحكوا على القوه، وباش نحكوا على القواسم اعداد صحيح طبيعي ومضاعفاته. دونك باش نحكي لكم على القاسم المشترك الاكبر والمضاعف المشترك الاصغر. دونك باش نحكوا على القاسم المشترك الاكبر، والمضاعف المشترك الاصغر. فهمنا؟ باش نحاول نعطيكم ملخص على مجموعة النقاط هذه، وبشوية بشوية بعد نتعدوا نخدموا التمارينات نتاعنا. باش نبدا بأول حاجة العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية. دونك شنو هي الخاصيات اللي هنا، شنو عندنا، كيفاش تكون العملية على الأعداد الصحيحة الطبيعية؟ دونك العملية، عملية الجمع كيفاش تكون؟ عملية الجمع هي عملية تبديلية وتجميعية. الزوز هي عملية تبديلية وتجميعية، تبديلية وتجميعية. شو معناتها عملية تبديلية وتجميعية؟ مثال عندي A و B و C، ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية. ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية، شو معناتها عملية الجمع عملية تبديلية وتجميعية؟ تبديلية معناها كي نحط أ مع ب هي بيتها ب مع أ، معناتها أ مع ب تساوي ب مع أ، ما يفرقش. مثلا ثلاثة مع خمسة يساوي ثمانية، هكا ولا؟ وخمسة مع ثلاثة كيف ثمانية، ماهيش باش تتبدل. إذا عملية الجمع عملية تبديلية، معناها كي نبدل الأماكن متاع الأعداد العملية تبقى هي بيدها، عملية تبديلية. باهي، وش معناتها عملية تجميعية؟ عملية تجميعية مثلا عندي ثلاثة الأعداد هذوما، عندي أ مع ب باش نضيف لهم سي، هي بيدها أ مع ب مع سي. نجم نجمع البي والآ مع بعضهم ونزيدهم السي، كما نجم نجمع السي والبي مع بعضهم ونزيدهم الآ، ما يتغير حتى شيء. باهي، مثلا عندي ثلاثة مع اثنين مع أربعة يساوي ثلاثة مع اثنين خمسة، مع أربعة يساوي تسعة. وكي نعمل ثلاثة مع اثنين مع أربعة، اثنين مع أربعة ستة، دونك ثلاثة مع ستة يساوي تسعة، تبدل حتى شيء. إذا عملية الجمع شبه هي عملية تجميعية. تعد الخاصية اللي بعدها، إذا كان أ و ب و سي ثلاث أعداد صحيحة طبيعية، أ ب سي ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية، حيث ب أكبر من سي، باش ناخو ب أكبر من سي، باهي؟ فإن أ مع سي يساوي ب، دونك أ مع سي يساوي ب، معناها أ يساوي ب إلا سي، ده أ
باهي. دونك ا يساوي بي الا سي تعطيني ا مع سي يساوي بي، والا ا مع سي يساوي بي معناتها ا يساوي بي الا سي. باهي، بعد شنو عندي؟ لا يتغير الفرق بين حدين اذا اضفنا اليهما او طرحنا منهما نفس العدد. اش معناتها؟ مثلا عندي ا يساوي بي، اذا كان مش نضيف ليهم زوز نفس العدد معناتها ا مع سي تساوي بي مع سي، ما يتغير حتى شيء. لا يتغير الفرق بين الحدين اذا اضفنا اليهما نفس العدد، من زدت سي ومن زدت سي تبقى ا تساوي بي، وكيف كيف اذا طرحنا منهما نفس العدد كيف كيف. معناتها ا الا سي تساوي بي الا سي، ما يتغير حتى شيء. اذا كان زدنا للطرفين نفس العدد والا طرحنا نفس العدد لا يتغير شيء. اذا لا يتغير الفرق بين حدين اذا اضفنا اليهما او طرحنا منهما نفس العدد. فهمنا؟ خاصية اللي بعد، لا يتغير مجموع عددين إذا أضفنا إلى حد ما عددا وطرحنا العدد نفسه من الحد الثاني. شو معناتها؟ باش ناخذ هنا ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية كيف كيف أ و ب و س. دونك أ و ب و س ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية. طب بعد ما نوريكم كيفاش نرمزو لهم ثلاث الاعداد الصحيحه الطبيعيه، ثلاث اعداد صحيحه طبيعيه. باش ناخذ في الحاله الاولانيه باش ناخذ ا اكبر من سي. باهي، كي يبدا عندي ا مع بي يساوي، باش نعمل باش نزيد عدد ا ونفس العدد باش نطرحهم من البي. هل انه تتغير النتيجه وما تتغيرش؟ ما تتغيرش، هي ا الا سي مع بي مع سي. تفهمنا؟ باش نعطيكم مثال. مثال عندي انا أ مع ب، عندي الأ يساوي اثنين والبي يساوي ثلاثة. إش معناتها؟ معناتها أ مع ب يساوي اثنين مع ثلاثة اللي هي خمسة. كي نجي ناخد سي يساوي واحد، باش نجي سي نطرح منها سي والبي نطرح منها سي ونشوف شنو باش تعطيني. اثنين إلا واحد مع ثلاثة مع واحد، اثنين إلا واحد واحد، وثلاثة مع واحد أربعة. باهي، واحد مع أربعة يساوي خمسة. هل إنه تغيرت النتيجة ولا ما تغيرتش؟ لم تتغير نفس النتيجة. إش معناتها؟ معناتها إذا كان أخذينا الفرق، معناها ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية، إذا كان أخذينا الفرق بين حدين واحد زدناه عدد والآخر نقصنا منه نفس العدد في المجموع ما تتغيرش. هذه منين وصلنا لها القاعدة هذه؟ كي نجي أنا لهنا نحل البارونتيز، نحل القوس. أقوس هذوما نحيهم، شو تبقى لي؟ أ إلا سي مع بي مع سي. عندي علامة مع قبل القوس ما يتغير حتى شيء. عندي لنا إلا سي مع سي باش تنحى، مثلا إلا خمسة مع خمسة، إلا اثنين مع اثنين يساوي صفر، هكا ولا إلا سي مع سي يساوي صفر. ديما إلا أ مع أ صفر، إلا بي مع بي صفر، معناتها إلا اثنين وزدناها اثنين صفر. باهي، الا الاعداد السالبه ما زلتوا ما تقلوهاش، ولكن لمحه بسيطه هذه. دونك باش تعطيني هذه ا مع بي تساوي ا مع بي، هاني ما تغيرتش. نحن ناخذ القاعده كيف من هي، بي زلت في نفس الخاصيه ومش ناخذ بي اكبر من سي. اذا كان عندي بي اكبر من سي وعندي ا مع بي الا سي تساوي ا مع بي الا سي، ما يتغير حتى شيء. نحط الاقواس على بي الا سي ولا نحطهم على ا مع بي ما يتغير حتى شيء. مثال، باش ناخذ الا يساوي 3، باش ناخذ البي يساوي 5، باش ناخذ السي يساوي 2. لحد الاولاني باش نعمل ا مع بي الا سي يساوي ا 3 مع 5 الا 2. 5 الا 2 هذه باش تعطيني، باش تعطيني 3، 3 مع 3 6. باهي، نفس الأعداد باش نختم بيهم الـ أ مع بي إلا سي. أ مع بي إلا سي يساوي أ مع بي، معنتها ثلاثة مع خمسة إلا اثنين، ثلاثة مع خمسة ثمانية، ثمانية إلا اثنين هذه ثمانية إلا اثنين يساوي ستة، ما تغيرتش النتيجة نتاعي. باهي، هذه زلت في نفس الخاصية كي باش ناخد أنا
A و B و C كيف كيف أعداد صحيحة طبيعية، بحيث A أكبر من B مع C. معناتها باش ناخذ A أكبر من مجموعة B مع C. ليه؟ A إلا B إلا C هي بيدها A إلا B مع C. نفس مثال باش ناخذ الـ A يساوي 5، الـ B يساوي 3، والـ C يساوي 1. كيف باش نعمل A إلا B إلا C؟ A إلا B إلا C يساوي A إلا B معناتها 5 إلا 3 إلا 1، هذه باش تعطيني 2 إلا 1 باش تعطيني كلها 1، 2 إلا 1 باش تعطيني 1. وكي نعمل A إلا B مع C شو معناتها؟ معناتها A اللي هي 5 إلا 3 مع 1، هذه 4، 5 إلا 4 مش تجي نتيجة 1، ما تغيرتش النتيجة نتاعي، فاهم؟ هذه وصلنا لها كيف كيف وقت اللي نحي الأقواس. كي يبدأ عندي قوس، كي تبدأ عندي إلا قبل القوس، العلامة اللي في وسط القوس الكل باش يتبدل. باش نعطيك ملامحة بسيطة، عندي مثلا 5 إلا 3 مع 1 مع 2. كي نحي نجم كيفاش نخدم هالعملية كي من هذي؟ نجو نخدمو في وسط القوس وحده ومن بعد نعمل العملية نتاعي، باهي؟ باش ناخذ لهنا 7، ناخذ لهنا 7 إلا 3 مع 1 مع 2، 3 مع 1 4 مع 2 6، 7 إلا 6 يساوي 1، باهي؟ وإلا نحي القوس ونخدم عمليتي على روحي، 7 شو عندي قبل القوس؟ العلامة اللي قبل القوس هي علامة سالبة، إلا كيفاش نحي القوس؟ العلامات اللي في وسط القوس مش يتقلبوا، معناها السالب يكون موجب والموجب يكون سالب، معناتها إلا 3 كانت عندي مع مش تولي إلا 1، كانت عندي مع مش تولي إلا 2 يساوي 3، 7 إلا 3 4 إلا 1 3 إلا 2 1، فهمنا؟ باهي، مثلا عندي 7 إلا 3 إلا 1 مع 1، باهي، هذه كيف كيف، يا إما نخدم في وسط القوس وحدة ولا نحي القوس. كي نحي القوس مش تولي عندي، مش تولي عندي 7 إلا 3، هذه إلا وعندي إلا مش تولي مع 1، هذه مع وعندي إلا مش تولي إلا 1، فهمنا؟ 7 إلا 3 4 مع 1 5 إلا 1 4. كي نخدم لهنا 3 إلا 1 2 مع 1 3، 7 إلا 3 4. كي يبدأ عندي قوس وأبدأ عندي علامة إلا قبل القوس، وقت ما نحي القوس العلامات اللي في وسط القوس يتقلبوا، معناتها المعا تولي إلا والإلا تولي مع، حاجة بسيطة وسهلة ومفهومة. هذيك الخاصية هذه وصلنا للخاصيات اللي عندي اللي هما اللي كنت نحكي لكم عليها، A إلا B مع C، والأخرى A إلا B إلا C. شو معناتها؟ عندي A إلا B إلا C، باهي، هذه باش نحي القوس نتاعي، شو تبقى لي؟ تبقى لي A إلا B إلا C، ما عندي حتى شيء قبل القوس، إذا شو تبقى هي A إلا B إلا C، والأخرى عندي A إلا B مع C. الآخر له إلا، شو عندي قبل القوس؟ عندي علامة إلا في وسط القوس، شو عندي مع، معناتها مع إلا ب إلا س، خاطر تتقلب، إذا ما عندي إلا قبل القوس المع هذه باش تولي إلا باش تتقلب، إذا بجيني آ إلا ب إلا س، ولنا آ إلا ب إلا س هاكا نفس الـ نفس النتيجة يعطوني، إذا شو نجم نستنتج؟ آ إلا ب مع بعضها يقول إلا س يساوي آ إلا ب مع س، سهلة وبسيطة. باهي، نتعدوا لعملية الضرب في الأعداد الصحيحة الطبيعية، شنو الخاصية متاعها في عملية الضرب؟ كيف كيف A و B و C أعداد صحيحة طبيعية، باش ناخذ ثلاثة أعداد A و B و C، ثلاثة أعداد باهي، كي نعمل أنا نعمل A ضارب B مع A ضارب C يساوي، هي بيتها A ضارب B مع C، باهي؟ شو عندي هنا في هنا عندي الـ A تتعاود ولنا عندي الـ A تتعاود، خرجت هالـ A البر، هي جداء عوامل تسمى، دونك هي A ضارب B مع C. باش ناخذ لكم مثال بسيط، باش ناخذ A يساوي 2،
ب يساوي 3 و C يساوي 4. كي باش نعمل A ضارب B مع A ضارب C اش باش تعطيني؟ هذي باش تعطيني 2 ضارب 3 مع 2 ضارب 4. ديما الأولوية لعملية الضرب، 2 ضارب 3 6 مع 2 ضرب 4 مع 8، 6 مع 8 يساوي 14. باهي باهي. كي نجي نخدم هذي A ضارب B مع C يساوي الA قديش؟ 2 ضارب B مع C معناتها 3 مع 4. ديما الأولوية للقوس، 3 مع 4 7، 2 ضرب 7 يساوي 14. هاي تحصلت نفس النتيجة. إذن A ضارب B مع A ضارب C يساوي A ضارب B مع C. خرجت الـ A لبرا خطرها تتعاود، وضربت وجمعت الـ B مع C خطر عندي لنا مع. باهي باهي. كي يبدأ عندي إلا، تبدأ عندي A ضارب B إلا A ضارب C يساوي A ضارب B إلا C خطر عندي إلا غاديك. فهمنا؟ مثال باش ناخذ الـ A 5 الـ B 2 والـ C 1. كي باش نعمل A ضارب B إلا A ضارب C يساوي A ضارب B شو معناتها؟ معناتها 5 ضارب 2 إلا 5 ضارب 1. العام أولوية للضرب، 5 ضارب 2 10 إلا 5 ضارب 1 5 يساوي 10 إلا 5 يساوي 5. باهي. كي باش نعمل A ضارب B إلا C شو باش تعطيني؟ A ضارب B إلا C باش تعطيني 5 ضارب B معناتها 2 إلا 1، 2 إلا 1 1، 5 إلا 1 باش تعطيني 5. تحصلت على نفس النتيجة. إذا شنو نجمو نستنتجو لهنا بالنسبة للضرب؟ نقول أن عملية الضرب توزيعية على الجمع وتوزيعية على الطرح. نكتبوها. إذا نقول أن عملية الضرب توزيعية على الجمع، وكيف كيف بالنسبة للطرح، وتوزيعية على الطرح. هذوما بعض الخاصيات بالنسبة للجمع والطرح والضرب في مجموعة العادات الصحيحة الطبيعية. مازلت باش نحكي لكم على القوة، باش نحكي لكم على قواسم عدد صحيح طبيعي ومضاعفاته، معناتها القسم المشترك الاكبر والقسم المشترك الاصغر في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وتابعوني على سابورانيت باش نصلح لكم تمارينات الكتاب، وباش نصلح لكم تمارينات اخرين باش تفهموا بهم اكثر. والسلام عليكم.